يا بشلون الشباب اللي يحبون الكناري؟ هاي عندنا نثيا يوركشير وهذا فحل، هم يوركشير شباب. شوف الضخامة، شوف الرأس، شوف الطول، يعني مواصفات كلها بي. عندنا نال جلوستر المكعكل ابو الفتلة براسه، وعندنا هذا اليوركشير، هذا الشامبيون كان بس هسه كبار صار عجوز خطية. جاي تشوفه، هذا كان بطل بالكلاب يعني بالنادي، بس اي جس صار مثل يونس محمود. عندك هذا ابنه، يعني هذا جرس مال مدرسة. عندك هاي نثية، هاي نرويج نثية، شوف ايش قد حلوة خبل. ايش عندنا هنا؟ عندنا الريت موزايك، هذا احسن مغرد عندي، اتحدى اكبر كناري بي هذا، اكبر كناري اتحدى بي هذا بالتغريد، يعني مو بالحجم لا تفهمني غلط. عندي هذا الفحل النرويج، شوف راسه ابو راس المربع، هذا هذا يعني صدق انطبق عليه المثل ابو راس المربع. عندي هاي النثية اليوركشير بعطولها، هاي السنة يمكن راح ازوجهم، هاي النثية اليوركشير ويا هذا ابو راس المربع النرويج، راح يطلع لي الحجم اللي انا اريده. وشنو عندنا هنا؟ عندنا النرويج، هاي النثية عزيزة على قلبي كلش، يعني لو اني طير كان اختصبتها مو زوجتها، بس حرامات مو طيراني. وعندي هذا اليوركشير، هذا تغريده غير شكل شباب، يعني من يغرد عبالك، يعني ما اعرف شو اقول لك، النوطات الموسيقية كلها دي تمام. عندي هنا زوج لاف بيرز بيكابو، بيكابو، بيكابو. وعندي هنا طيور الحب زوج نثية وفحل شباب، وهذا الشكل مال قفص.